شيك وفين كولر من الولايات المتحدة، من الهند دافيد كلاشونغو من الهند، وعزام عبد المنعم من السعودية، ومن بروندي نيانكورو بوسكو من بروندي. من بروندي مواجهة هنا بتمنى التوفيق كده لبطلنا العربي السعودي عزام عبد المنعم. استعداد لانطلاق هذه التصفية. التصفية الرابعة في الدور الأول. التشيك، أمريكا، الهند، السعودية وبروندي. التصفية اللي جاي إن شاء الله يكون فيها بطلنا خالد علام. أتمنى له التوفيق إن شاء الله في الدور الأول والتصفية تصفية الدور الأول. ده فين كولر من الولايات المتحدة الأمريكية. في انتظار دخول الاسكوتر وانطلاق السباق. بدأنا هنا الانطلاق، في لاعب مش موجود في المشاركة، اعتقد هو اللاعب السعودي عزام عبد المنعم مش موجود في التصفية. هنا لاعب بروندي متقدم او خلف الاسكوتر، بعده مباشرة لاعب جمهورية التشيك، ثم دراج الهند والدراج الامريكي كولر. نشوف كده بداية المنافسة الحقيقية بعد خروج الاسكوتر، وبداية عمل خطة لكل لاعب، او كل لاعب عمل خطته او بيعمل خطته طبعا لانهاء السباق والتأهل. لاعب بروندي في التقدم مع خروج الاسكوتر، يبقى في التقدم لاعب بروندي، بعده لاعب جمهورية تشيك او دراجة تشيك، والهندي بعدهم طبعا، هنا الامريكي في اخر واحد، ولكن طبعا الترتيب لا يحسم الان بعد الجرس وال200 متر الاخيره. هنشوف السرعه القصوى والسرعه النهائيه لمن ستكون ومن يكون للتاهل. هنا شايفين فان كولر الامريكي بدا يتخطى الكل، وهنا المنافسه تشيكيه امريكيه، تشيكيه امريكيه، التشيك وامريكا، التشيك والولايات المتحده الامريكيه. هنا تاخر شايفين للاعب بروندي، لاعب جمهوريه التشيك بدا يدخل بشكل كبير. جاكوب والهندي، الله 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 الهندي، يا سلام على الهند. الهند بدا في التقدم، وهنا يا سلام على الهند، عملها حلوه قوي الهندي. ديفيد الكاتشونغو من الهند عملها وضرب التشيكي والامريكي مع الكيرف ب 11:33. عملها حلوة قوي دراجة الهند. شوف يعني حصر على لاعب التشيك ودراجة التشيك. هنا ماليزيا، السعودية، الارجنتين، مصر، نيجيريا. بطلنا السباق التالي خالد علام، احمد بو عبد الله.